في برنامج واصلين حتى للخمسة متاع العشية، وضيفنا الثاني اليوم لاعب الجودو لاعب المنتخبات التونسي فيصل جاب الله. أكيد سمعتوا عودته من الاعتزال اللي أعلن بنفسه بعد عام كامل واستعداده وانطلاق السعادة متاعه لأولمبياد طوكيو القادم. معنا بتليفون فيصل جاب الله، رحبوا بك فيصل، مرحبا بك. اهلا اخوتي، مرحبا بك ومرحبا بمتابعي اكسبريس اف ام. شنو احوالك خويا؟ شنو الامور؟ والله الحمد لله، الحمد لله خويا، الحمد لله مفار، الحمد لله الحمد لله. فاجأتنا فيصل بالديسيزيون اللي خذيتها، في بالنا بيك عندك عام تقريبا بطلت. احكي لنا شنو السر، علاش الديسيزيون هذا، شنو ظهر لك بالضبط، كيفاش خذيتها، فما شكون اثر عليك؟ مجموعه من الاسئله هما مساج حاول لخصهم. شوف خويا اسلام، سبورتيف ديما يحل تيران، وديسيزيون اللي خلتني توا معناها انا يسالب شنو اخويا، فهمني الناس كل سنس فيصل ديما شيركو اليوم ونعرفوا مهمة ما يسال سيرتو معناها توا هيك، ما نعرفوا لي ثلاثة اخرين الكل عندهم 4 سنين قاعدة تلم في لي بوان الكاليفيكاسيون، توا مازال عام كهو واحد باش يعمل العليق، وربي يوفقه ان شاء الله. اي كيفاش خذيت ديسيزيون فيصل؟ والله واحد خمم بالكذابة، يعني قلت لك ما يسأل خويا اسلام، واحد باش يرجع سور تيران. قعدت انا وستاف نتاع الفيدراسيون معناها وتفهمنا على بريباراسيون، معناها عجبتني كل شيء، قلت معليش يعني مازال عام على سيرتو، زدت الكونفيرمون هذا تعاوني بالكذا باش لي كومبيتيسيون لي روتار الكل نعاود نرجع نحضر لهم كل شيء. قعدت انا ورئيس الجامعه وفهمنا وكاوخذ. انت نرجع شويه للتالي، انت ديسيزيون تاع الاعتزال علاش خذيته فيصل؟ انت مازلت في القمه نتاعك معناها وقتها هل؟ والله يا خويا اسلام، وقت اللي انا كنت معناها نترانا صاروا لي معناها شويه ديزيشيك، شويه مشاكل واحد وشويه ظروف واحد، فهمت كيفاش؟ هذاك علاش انا قررت باش نبعد شويه على الـ الـ على الميدان، وكاو هذاك هو خويا. العام اللي تعدى انت كما فما كنت تدرب فيه هكا ولا؟ صحيح خويا، العام اللي وقفت فيه خليت ليكيب ناسيونال ودربت فيه منتخب. برابور ليزاتليت اللي عندنا، شنو حسيت روحك معناها ماكش بعيد قريب، كيفاش فيصل؟ برابور ليزاتليت اللي عندنا في تونس ولا البر؟ في تونس معناها بعد عام قلت انا اولى معناها ولا كيفاش؟ لا ما قلتش انا اولى، بالعكس انا الخبره نتاعي انا نزيد نعاون بها ليزاتليت اللي معنا، نزيد ندز معاهم، نزيد بالخبره نتاعي نزيد ننفعهم برشا حاجات. معناها كأنترنور ولا كجوار معناها بصراحة فيصل الصحة فارغة اليوم في الجودو، بخلاف انت ونهال ما فماش الجودو كام معناها الناس بنعملوا عليهم هكا ولا؟ والله سي با فاسيل راه خويا اسلام، خاطر راه الجودو يلزموا برشا عوام معناها 10 و15 عام كما نعرفوا العالم الكل تطور ياسر في الرياضة، والعباد معناها قاعدين ينفستيو الماكسيموم في السبور، هذاك علاش نحسوا في النيفو نتاع العرب الكل وخر شوية في السبور. هذاك هو خويا السبور راهو برا نبي برشا انفستيسمون خويا، وبريباراسيون كيما نعرفوا نحن الدول العربية ماهيش عاتية قيمة كبيرة برشا للسبور، وماهيش معناها قاعدة تصرف بالكدا، هذاك علاش السبور في العالم بعد علينا شوية. شنو هي حظوظنا فيصل في الأولمبياد؟ تعدنا ميدالية كيفاش بالضبط؟ والله بور لو مومون خويا اسلام نلعبوا على الكاليفيكاسيون ان شاء الله نترشح، كيما نعرفوا مازال عام على الكاليفيكاسيون كيما قلت لك، ولازمني نلعب لي تورنوا كاليفيكاتيف الكل هيك نشارك فيهم باش نجم نترشح. واللي زاد معناها خلاني معناها نطمح في الكاليفيكاسيون اللي هي شامبيونا دافريك كاليفيكاتيف عام جاي في تونس. فهمتك. ده عارف بارابول ليزاتليت في النيفو نتاعك في البوا نتاعك انت، شنو هي حظوظك في التأهل معاهم فيصل؟ والله يا خويا نحن باش نرجعوا توا هيك ساعة بريباراسيون، وبشوي بشوي خويا توا نبدا نلعب في لي تورنوا وكل شيء، وواحد يحط الماكسيموم ومن بعد توا نشوفوا معناها توا حدكم تسمعوا معناها باللي ريزولتا وكاو. برنامج التحضيرات حطيتوه مع الجامعة؟ بالطبيعة قعدت أنا وستاف تكنيكي كل هيك، وقعدنا معناها مع البريزيدون وحكينا معناها شنو اللي تسكي بريباراسيون تسكي معناها لازم لي معناها العام هذا، وفهمنا فور لو مومون معناها واضح.
يعطيك الصحة، شكرا ليك فيصل، نخليك في الآخر، كان تحب تقول عدي مساج كلمة ناقصين شي حاجة؟ والله يا اخويا اسلام، ان شاء الله ربي يوفقنا اول حاجه، وان شاء الله ربي يوفق الرياضيين الكل اللي قاعدين يحضروا، سيرتو في الاوقات هذه نتاع الكورونا وكل شيء. نقول معناها للرياضيين صحابي كل هيك نبروفيتيو لو ماكسيموم، قاعد توا هيك لازم نحضروا حتى في بلادنا والدنيا مسكره، معناها اللي قاعدين نلعبوا لا دي كومبيتيسيون لا ساجيت. وكاو خويا، وان شاء الله الوزاره تقف معانا، وان شاء الله خويا واحد علاش لا يرجع خير ويرجع لنفس النيفو ان شاء الله. أموركم واضحة مع الوزارة اللجنة الأولمبية الجامعة قائمين معاكم باللازم، ولا يا خويا استغل الفرصة عندك لونتين. يا خويا بالنسبه للجامعه كما نعرف اسكندر حشيشه هو ولد الرياضه وخونا، معناها قبل ما يكون بريزيدون هو واقف معانا من قبل مش من توا، تصوروا هو اكثر واحد يفهم معناها الحكايه ذي ويفهم شنو يستحق لي زاد معناها الاتلات نتاعو. وبالنسبه للوزاره ان شاء الله معناها تقف معانا وتكون معانا، معناها تعمل معانا الكود بوس ان شاء الله. تستناهم في منح حاجة؟ والله بور لو مومون خويا انا مازلت رجعت اليوم اول نهار، حسيتك متحفظ زي على ذاك. هذاك علاش خويا ما نستنى في حتى حاجه، انا مازلت هيك لازم نرجع بريباراسيون قبل خويا. وكهو انا مش كان اي تحكي حتى باسم اصحابك، مش كان باسمك انت كهو فيصل. والله اصحابي نتصور الشوبيونات اللي لعبوهم، شوبيونات افريقيا كل هذا كل شيء نتصور معناها امورهم رجلي، ما نتصورش معناها فما حاجه نفس خويا. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك فيصل، بالتوفيق ليك ان شاء الله، نشوفك اول انت ترشح ان شاء الله للاولمبياد القادم، ولما لا نستناو ميداليه عودتنا بالتالق. فيصل جاب لك كان معنا بالتليفون بعد ما انا عودته من الاعتزال، لعب بعد عام كامل. دونك كان هذا فيصل جبلة، بعد شويه اكيد بعد الاخبار باش يكون معنا زو ضيوف، واحد من النادي الافريقي اتفقنا مع منير البلطي الى حد الان ما تحصلناش عليه، ان شاء الله المانع خير، سينو نشوفكم شكون اخر كان موجود اليوم في الاجتماع مع الجامعه للحديث حول انتخابات النادي الافريقي. ايضا باش يكون معنا توفيق المكشف رئيس الشباب للحديث حول بلاغ للنادي بتاعه اللي كان اتهم فيه رابطة، وخلينا نقول بلاغ سخري، خلينا نقول من نتائج انتخابات رابطة 99% كانت الفوز القائمة محمد العربي. موزيكا ثم الأخبار بعد رجل.